رئيسنا هسه ما راح لواشنطن، ايش عجب؟ لا بالعكس، هنالك هو مو شوف، هي الدولة العراقية حقيقة على مدى 20 سنة كانت تنظر إلى الخارج، لكن النظرية الآن لدى السيد رئيس الوزراء هي التوازن ما بين الخارج والداخل. أولوياتنا هي السياسة الداخلية، لكن توازننا هو في السياسة الخارجية. ولذلك السيد رئيس الوزراء الوفود التي زارته من الولايات المتحدة الأمريكية رفيعة، والاتصالات التي تلقاها في مقدمتها من الرئيس بايدن وغيره حقيقة من القيادات التي زارت العراق، ووفود الكونغرس ومجلس الشيوخ الذين زاروا كذلك العراق والتقوا بالسيد رئيس الوزراء. وبالتالي سنرى خلال، إذا تسمح لي، لا بس إذا تسمح لي، سنرى خلال الفترة المقبلة تطور كبير وواضح جدا في الوفد العراقي الذي سيشارك في اجتماعات الأمم المتحدة. بس يمكن أنتم زعلانين الأخت رومانسكي شوية، ظل على خاطرها ليش؟ لا بالعكس، احنا علاقتنا جيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع كل الدول حقيقة، إن كانوا دول الجوار الجغرافي أو كذلك الدول العربية الخليجية، الدول الإسلامية، الدول الأوروبية، وحتى الولايات المتحدة الأمريكية لدينا الآن علاقات ممتازة معها. الدكتور حسين علاوي، مستشار الإصلاح الأمني لرئيس الوزراء العراقي، شكرا جزيلا.